قشطات وعسلات هي الجملة الشهيرة طبعا لفيفي عبده واللي كانت ترند من يومين بشكل كبير جدا. وطبعا فوفا السنة دي قررت ان هي تطل على جمهورها في رمضان من خلال حضور استثنائي وتعمل مقالب في النجوم من خلال برنامجها خلي بالك من فيفي. وهي طبعا بقت معانا دلوقتي عبر سكايب علشان نقول لها مساء الخير ومبارك لها اكيد على البرنامج، وبنقول لك رمضان كريم عليكي يا فوفا والف الف مبروك نجاح البرنامج واحلى 5 مواه ليكي اكيد في بداية لقائنا معاكي. الله احلى يعني مش عارفه اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين الساده المشاهدين اللي بتشوفونا النهارده على سكاب. لا ترندنج على البرنامج، على الترندنج، على برنامج ترندنج. ترندنج اوكي يس اوكي. فوفا قبل اي حاجه عايزه اقول لك طالعه قمر النهارده بذمتك؟ والله العظيم قمر. عايزه اقول لك ان انا واخده برد ولاول مره اطلع من علقه. سلامتك يا حبيبتي، اول مره اطلع والله العظيم. سلامتك الف سلامه. لابسه ايه مع الالوان هنا يا فوفا؟ طيب انا مش شايفاكوا، شايفيني؟ احنا شايفينك، احنا شايفينك كويس جدا. طب كويس قوي. هستاذنك يا فوفا بس لو توطي، لو توطي التليفون شويه عشان نشوف صورتك بالكامل. اوطيها حاضر اشوف معاكي. لا لا انت كده قلبتيه، خلينا لا خلاص خلي كويس. أيوة. ايوه كويس كده ممتاز. اه كويس كله كده ممتاز. طيب ايوه زي الفل يا حبيبه قلبي. طيب احنا شايفينك والصوره واضحه جدا عندنا. تمام انتوا كويسين الحمد لله يا رب. الحمد لله. فوفا احنا عارفين ان انت بقالك شهر تقريبا ما خرجتيش من البيت، بس اكيد طبعا عرفتي وسمعتي كويس جدا من خلال السوشيال ميديا والتليفونات اللي بتجيلك ان البرنامج بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا. انا عارفه حبيبتي الكلمه الشهيره بتاعتي المكرونه. المكرونه او اللازانيا يعني. طبعا ما خرجتش من يوميها لغايه دلوقتي، ويعني ما عندكوش فكره ان انا يعني كنت ما كنتش فاكره الموضوع بجد انه مهم قوي كده، وان فعلا في مشكله جامده في البلاد كلها ومش بس احنا يعني. صح. مشكله فظيعه الكورونا او المكرونه او اللازانيا. خلينا نتفائل خير تجدوه ان شاء الله يا رب. فطبعا يعني لما كان الموضوع صعب قوي كده فجيت بقى من السفر، كنت بعمل الاقامه في دبي ورجيت من دبي ما خرجتش من البيت لغايه دلوقتي، اول مره جمهوري بيشوفني من خلالكم النهارده. احنا بنشكرك جدا اكيد طبعا على ان انت معانا النهارده على الهوا، وانا ده اللي بتكلم فيه ان انت بقالك تقريبا فتره موجوده في البيت، بس في نفس الوقت يا فوفا قدرتي ان انت تكوني ترند وتسيطري على الترند اكتر من مره في الشهر الكريم، رغم ان انت اوريدي غبتي عننا السنه دي في الدراما الرمضانيه. فعايز اعرف منك فكره البرنامج اللي احنا بنشوفها النهارده واللي كسرت الدنيا، طلعتي بالفكره ازاي؟ مين شجعك على الخطوه دي؟ ايه عملتي مقالب ليه السنه دي؟ المقالب انا الصراحه يعني اولا اقول اشكر ربنا سبحانه وتعالى، لان الفضل الرب سبحانه وتعالى مش لاي حد. الاول الفضل ربنا ثم طارق فهمي المخرج، لان هو جالي بالموضوع الصراحه وقال لي انت شربات ودمك خفيف وعايزين نعمل حاجه كده، وانا كان مودي يعني كنت لازم اعمل دوت، دخلت عملته ما كنتش في حسابي خالص ان انا هطلع يعني في رمضان على ام بي سي، يعني ما كنتش عارفه ان انا بعمل البرنامج ده عشان ام بي سي. يعني انا عملت برنامج مع طارق فهمي ومعانا زينب من المغرب، وكنا بيقولوا ان هيفتتحوا للمغرب طبعا القناه، لان انا عامله 60 حلقه، 30 حلقه للمغرب و30 حلقه لام بي سي مصر. طب حلو. دلوقتي اتضح بقى إيه؟ اني انا بقى عامله 60 حلقه، النهارده بطلع لي كل يوم حلقتين. غير كده ان انا عملت 3 برامج في الايام اللي فاتت دي، منهم طبعا رامز وما كنتش عارف ان رامز، وطبعا واحمد السقا كمان. صح. وعملت كمان مع لسوريا، كانوا بيفتتحوا قناه جديده لسوريا الحقيقه مش عارفه اسمها ايه، هي عملتها مع المذيع الجميل بتاع لبنان اللي هو عملت معاه برنامج قبل كده، هقول لكم عليه دلوقتي افتكر. طب فيفي عشان الزهايمر بس. ها